زواج سعد الصغير من إحدى الفنانات يثير جدلاً، وزوجته الأولى أسو فيكم يوم. أعلنت الممثلة المصرية الشابة بيرلنتي عامر زواجها من الفنان سعد الصغير لتحدث حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت بيرلنتي عامر في تصريحات صحفية إن زواجها لم يكن سرا بل بعلم جميع من يعرفها، مبينة أنه يزورها في منزلها بمنطقة حدائق الأهرام وهو مقر إقامتها هي وأبنائها من زوجها الأول، ويراعي وجودهم معها وفقا للوطن المصري. ونشرت بيرلنتي مقطع فيديو لسعد الصغير يوجه خلاله رسالة تهنئة قائلا: بيرلنتي كل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي، امراتي بيرلنتي عامر بقول لك كل سنة وانت طيبة، ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد عليك يا حبيبتي، انت وش السعد علي، انت كل الدنيا ليا حبيبتي أم أدهم. تعليق بيرلنتي: وعلقت بيرلنتي على الفيديو قائلة: ربنا يخليك لي يا جوزي، على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنتي أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني، على العموم أنا عمري ما حد شتمني هنا وبقول كلام غريب جدا، حسبي الله ونعم الوكيل. زوجته الأولى ترد. وخرجت نور الهدى زوجة الفنان الشعبي سعد الصغير الأولى المعروفة بأم محمود عن صمتها، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب أشوف فيكم يوم يا رب. كما شاركت عدة صور تجمعها بأبنائها متجاهلة سعد الصغير، مدونة: عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم. وتابعت: سندي وعمري كل دول تربيتي وشقى عمري وكل توتي وحودة ومنا ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زي ما ربتكم.